هبتدي من حضرتك من الخط الأول، ترجعنا كده في عجالة لماذا لجأت الشركات إلى إنشاء نوادي رياضية كروية تبيعة ليها؟ كان الهدف من إنشائها إيه؟ تمام، هو إحنا خلينا نرجع للأول. إحنا عندنا لو أنا بعمل فرقة كورة، لو أنا شركة أو نادي اجتماعي بعمل فرقة كورة، يا إما لمزاولة الهواية، كان زمان ما هو الأندية ابتدت كده ومنها الشركات، كان عندنا بطوله اسمها بطوله الشركات، دوري الشركات، كان عندنا دوري الشركات ولا ايه كهوايه للعاملين. الحاجه الثانيه ان انا ابتديت اعمل اخش بقى دوري بطوله دوري وكده، فابتدينا نخش لدوري المحترفين او بعمل دعايه. في كل هدف المفروض يكون له هدف، انا داخل اعمل ايه. طبعا موضوع الهواية انتفى تماما، خلاص ما عادش موجود وبتصرف فلوس كتير. دوري الشركات تقريبا ما عدناش بنسمع عنه، مع انه كان في السبعينات كان بيفرز النجوم وكان فيها، ولو انه تحول برضو الى شراء لعيبة، ما عادش كان الاول بيبقى يمكن النادي المحلة اللي كان بيحاول يأكد ان لازم بيكون بيشتغل في الشركة اللي هو لعيب الكورة او في اي رياضة. والوالد الله يرحمه منع ان لما كنا خدنا الدوري ان اللعيبه اللي بتلعب بتمثل مصر او في منتخب مصر او في الدوري الممتاز تلعب شركات، قال لهم لا، ما انتوا خلاص انتقلتوا لمستوى تاني. فالموضوع اختلف دلوقتي تاني. طب ايه الهدف؟ يا اما استثمار يا اما دعايه. في عندنا من ناحيه الدعايه عندنا تجارب سابقه، عندنا جولدي ككابتن نادي انا عارف، عندنا مزارع دينا، بس كلها دي بتنتهي عند مرحله ان انا روجت المنتج. تقريبا ما تقدرش تكمل لان بيلاقي المصروف عالي جدا. واي نادي اتعمل على هذه الفكره فعمره قصير. نيجي بقى ناحيه الاستثمار. الاستثمار طب هنا انا عندي عائدات تسمح لي بالاستثمار، ما انا ما باجي استثمر عندي شركه بعمل دراسه جدوى. هل انا عندي عائد يسمح لي ان انا استثمر كل الملايين ده واشتري لعيب ياخد 20 و30 مليون؟ لا طبعا، كلنا عارفين العائدات. احنا يكفي ان احنا نقول مثلا بطوله الدوري بياخد 1.5 مليون جنيه، بطل الدوري في انجلترا بياخد 180 مليون دولار باوند، الهوا محمود مفيش مقارنه دولار، فما فيش مقارنات. فالموضوع كله يبقى قصة الاستثمار مش موجودة. جايز واحد بياخدها تلميع إعلامي شهرة، وارد، بس كل دي بتأثر على العصب بتاع الكورة اللي هو الجماهير. المنتج مين اللي بيعلي قيمة المنتج؟ الجماهير طبعا. فأنا دلوقتي عندي الجماهير بتاعتي، هي مفيش نادي بيبقى له جماهير إلا بيمثل بلد. لا يمكن صحيح. وحتى اسامي الانديه العريقه اللي احنا ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، مان سيتي، مان يونايتد، ليفربول، كلها لان هي بتعمل انتماء. انا وحتى تلاقي في الدوري مثلا الانجليزي او اي دوري الايطالي اصغر نادي اللي بينزل عمره ما بيقلب يشجع حد تاني، مستحيل. بيشجعه طبعا لانه مرتبط بيه، في انتماء، وفي انتماء وعاش معاه وقصه، وهو ده هي دي عصب. فازاي انا كل الاساسيات دي بكسرها؟ مفيش نادي، احنا المقاولين العرب وخدنا بطوله افريقيا وثالث نادي بعد الاهلي والزمالك، عمره ما هيكون لنا جماهير عمرنا الا احنا حتى العاملين هيبقوا بيشجعوا انديه بس. يعني حتى احنا فكرنا في وقت ما ان احنا المقاولين العرب يروح يلعب في بنها باسم بنها. قلت لهم واحنا عملنا ماتش مع الاتصالات كان الملعب مليان على الاخر. ليه؟ لان انا قلنا لهم احنا رحت تنتمي تنتمي المكان. فاحنا بنكسر كل القواعد. هل ينفع ان انا الانديه الشعبيه اللي هي الشعبيه اللي هي بتصنع كره القدم، شعبيه كره القدم يبقوا 30%؟ ومعرضين فين السويس، فين القناه، فين منصوره، فين شبين الكوم، كفر الشيخ، طنطا اللي نزل هبط وهبط. فانت مفيش ضوابط في، يعني يمكن كابتن نادر عارف فكرة انك انت تبيع نادي في دوري كبير زي انجلترا ليست حقوق المساهمين فقط، بتتدخل الدولة طبعا، اقتصاد، لو الجمهور ليه رأيه، الجمهور لما حبوا يعملوا دوري السوبر الجمهور هو اللي كان ليه رأي. طيب